وأهلا وسهلا فيكم، كملين معاكم للحديث عن التخطيط الأسري وكيف يمكن تقليل خطر ولادة أطفال بمتلازمات جينية. موجودة معنا بالاستوديو ضيفتنا دكتورة ديما أعمر، استشارية نسائية وتوليد اختصاص عقم وأطفال أنابيب. أهلا وسهلا فيك دكتورة. دكتورة، يعني مسؤولية كبيرة جداً بضمان سلامة الأطفال ولضمان صحتهم الوراثية، ولكن اليوم بدنا نتحدث عن كيف اليوم لازم نعرف إذا هناك تأثيرات وراثية ممكن تأثر على الجنين، عمر الأم قديش بلعب دور، وبداية خلينا نحكي ما هي المتلازمات الجينية الشائعة. هلأ أول شيء إحنا بدنا نميز بين الأمراض الوراثية اللي بتنتقل نتيجة وجود جين عند الأم أو الأب وممكن تنتقل بصفة متنحية أو سائدة، والمتلازمات اللي بتصير بالفترة الأولى من تكوين الجنين اللي بتكون نتيجة صدفة أو طفرة جينية. الأكثر شيوعاً طبعاً إحنا بنعرف هو الداون واللي بيكون نتيجة زيادة بالكروموسوم رقم 21 نسخة إضافية. هلأ نحن بنعرف إنه فينا 23 كروموسوم من الأم و23 كروموسوم من الأب. هلأ بالنسبة للكروموسوم 21 بتكون في منه نسخة إضافية، فبصفي عدد الكروموسومات عندنا 47 كروموسوم. طبعا كمتلازمة إحنا بنحكي عن مجموعة من الأعراض الطبية بتكون مرتبطة ببعض بتؤدي إلى حدوث مرض جسدي أو عقلي أحيانا أو تأخر في الإدراك الوظيفي. هلأ برضو في عنا من المتلازمات المعروفة في عنا إدوارد اللي هي بتكون نسخة إضافية من كروموسوم 18، وكمان في عنا باتسو اللي هي عبارة عن نسخة إضافية من كروموسوم 13. وبالنسبة للأمراض المتعلقة بالكروموسوم الجنسي في عنا التيرنر سيندروم اللي هو بيكون عندنا نقص في الكروموسوم X، يعني هلأ إحنا بنعرف إن الأنثى بيكون عندها XX فهي بيكون عندها X واحدة، وطبعا هذا بترتب عليه صفات معينة بتكون موجودة عندها ممكن يتأخر تشخيصها ولكن ممكن إنه تتشخص في المراحل الأولى. وكمان بصفي عندنا كلينوفيلتر اللي هو بيكون بالذكور تحديدا مع زيادة بكروموسوم X، يعني بدل ما يكون XY بيكون XXY. هدول هم الأكثر شيوعا بشكل عام. نعم، هلأ كل هذه المتلازمات اللي عم تحكي حضرتك عليها إذا تم الكشف عنها مسبقاً بشكل وراثي إنها موجودة بالعيلة أو هذا الشخص عنده إياها، هل ممكن إنه نتعامل معها بشكل حذر إنه ما ننجب أطفال عندهم هذه المتلازمات أو صعب؟ هلأ لما بنحكي عن هاي اللي هي الخلل الكروموسومي، نعم، هي مش متكررة بشكل عام بشكل كتير كبير، يعني نسبة مثلا الداون إذا كان في بالعيلة طفل عنده داون نسبة تكرر الحدث 1% إلا في نوعيات معينة، مثلا إذا كان فيها كروموسوم مركب بتزيد 2-3% إذا كان الأب حامل لهذا الكروموسوم أو إذا كانت الأم بتزيد 10%، بس إن جنرال هاي الكروموسومات الخلل فيها مش كتير متكرر. هلأ الأمراض الجينية اللي هي بتنتقل عن طريق الصفات المتنحية مثل مثلا الثلاسيميا أو الأنيميا المنجلية، هلأ طبعاً إذا إحنا تبين عنا أنه في طفل مصاب أو أنه مثلاً في عنا بالعيلة موجودة هاي الأمراض، بهاي الحالة ممكن أنه إحنا نقدر أنه نكشف بشكل مبكر عن طريق طبعاً الحقن المجهري إذا كان في عنا أجنة مصابة أو لا أو ترجع الأجنة السليمة. نعم، عمر الـ الأم، يعني إحنا بنعرف أنه اليوم عم بتطور العلم كتير، كنا زمان نقول للست أو نخاف إذا الست صارت فوق الثلاثين، هلأ عم نشوف أنه معظم الأشخاص عم بخلفوا أولادهم بسن الثلاثينات بعد الأربعين وهكذا. عمر الأم اليوم قديه بيلعب دور؟ بيلعب دور كتير كبير. هلأ نحن بنعرف إنها الخصوبة عند الست بشكل عام بعد عمر 35 بتبلش تقل بشكل كبير نتيجة إنها نوعية البويضات بتصير مش كتير كويسة. هلأ طبعا مثلا لو بدنا نيجي نحكي على الداون، هلأ مثلا لما الوحدة يكون عمرها 25 سنة فرصة حدوثه تقريبا 1 بال1200-1250، بينما لما بكون عمرها 40 سنة ارتفعت النسبة 1%، فهو في فرق كتير كبير. نعم، ولكن يعني اليوم ليش بنقول انه او لماذا اليوم عم نحس انه الاشخاص كلهم عم بروحوا انهم يخلفوا بالثلاثينات؟ هل رذم حياه؟ هل طريقه عيش؟ يعني تغيرت طريقه تفكير الاناث في المجتمع بشكل معين، يعني صار في تركيز على الكارير، صار في تركيز انها هي على الوظيفه، ايش رح تعمل بحياتها، بالاضافه لانه تاخر سن الزواج بشكل عام، يعني نتيجه الاسباب الاقتصاديه، شباب مو قادره انها مثلا توفر تكاليف الزواج، فهذا سبب تاخر في الزواج بشكل عام. نعم، طب اليوم دور التخطيط الأسرة، يعني بدي أخذ زوجي وأروح عند طبيب أسرة بدي أخطط عشان أحاول قد ما بقدر إذا كان في أي مشكلة أو أي مشكلة وراثية أو اليوم عمري لا يسمح إنه أكون هالقد متأكدة إنه ممكن أجيب طفل من غير متلازمات جينية، كيف ممكن هذه الاستشارة تقلل من هذا الخطر؟
يعني هلأ طبعاً إذا في عنا حالة مصابة بالعائلة يعني وإذا تبين إنه في مرض وراثي متكرر، بهاي الحالة ممكن يكون في دراسة كروموسومية يعني الزوج والزوجة قبل حتى يحددوا إذا هذه الطفرة موجودة عندهم، وطبعاً بالنهاية إنه قديش الاحتمالية إنها تصير، والقرار بعدين بالنسبة للزواج يكونوا عارفين يعني يكون عندهم معلومات كافية فقديش نسبة تكرر هاي الطفرة عندهم. نعم أكيد هناك تقنيات حديثة وتدخلات جديدة دخلت إلى هذا المجال، حكينا عنها أكثر، قديش اليوم إحنا متطورين بهذا الأمر؟ والله هو صار في تطور كتير كبير بهذا المجال. هلأ نحن بنحكي مثلاً الست اللي عمرها فوق 35 أو 37 تحديداً، اللي مثلاً خلينا نحكي إنها هي إجت حامل يعني في بداية الأشهر الأولى من الحمل، هلأ نحن بإمكاننا أنه نعمل بعض الفحوصات اللي بتعطينا فكرة إذا في احتمالية وجود المتلازمات الجينية، ومن ضمنها طبعا قياس سمك الجلد خلف رقبة الجنين وارتفاع السوائل فيها. هلأ هاي طبعا مش فحوصات تشخيصية ولكن بتعطينا احتمالية. هلأ صار في عنا جديد الفحص اللي هو من قياس الحمض النووي للجنين وهي الأم حامل ابتداء من الأسبوع العاشر عن طريق أخذ عينة من دم الأم، طبعا هاي بتعطينا دقة كتير كبيرة بس برضو هي احتمالية يعني، لكن بتعطينا فكرة إذا في احتمالية عالية أو لا، ودائما بيكون التشخيص عن طريق أخذ عينة إما من السائل الأمنيوسي أو إنه من مشيمة الطفل وتحليلها للتأكد من إصابته بهاي الكروموسومات الخلل الكروموسومي. نعم دكتورة ديما، يعني إذا اليوم بدنا نحكي عن نصائح بشكل عام لحتى يعني تقوليها للأم وتقوليها للعائلة كمان، يعني هلأ أنا يعني بشكل عام هو مرات القرار إنه الواحد يأخر الزواج مش بيكون بإيده يعني، بس إحنا نحكي يعني إذا واحدة تجوزت يعني بسن مبكر إنها ما تضلها تأجل وتخليها لبعد العمر 35 الخلفة، يعني بشكل عام الشغل أو الأشياء الثانية التعليم ممكن الواحد يأخرها، بس الحمل تحديدا هو بيكون في فترة خصوبة معينة عشان تزيد فرصتها إنها تجيب أطفال سليمين. نعم ولكن هل تفضلين يعني أنت بتفضلي حضرتك عم بتقولي إنه تحت سن 35؟ يفضل ولكن إذا حدث أنه فوق سن 35 لازم يكون في تخطيط أسري مع الدكتور. التخطيط إنها هي طبعا إحنا حكينا إنها في حال إنها صار حمل إنه يكون في مراقبة وتأكد إنه ما في عنا إصابات، وهذا فحص سهل يعني هما بس بياخدوا عينة من الدم. أما إذا ما نحكي إنه هي قبل زي ما حكينا إذا في حدا بالعيلة مصاب عنده خلل كروموسومي، بهاي الحالة بيكون الأفضل إنه مثلا يلجأوا إلى أطفال الأنابيب الحقن المجهري، دراسة الأجنة، التأكد من عدم إصابتها قبل إرجاع الأجنة. تمام، ويعني اليوم إذا عم نحكي عن أطفال أنابيب فهون إحنا عم نقلل نسبة إنه يكونوا مصابين بهذه المتلازمات. بس هاي تحديداً لما بتكون مثلاً في عنا حالة وراثية معينة موجودة بالعيلة، يعني مش كل واحدة مثلاً فوق 35 إنه لا يلا خلص روحي اعمل حق المجهري عشان تتأكدي، بس إنه بشكل عام إذا في مثلاً عنا أمراض وراثية وبدنا نتأكد من عدم وجودها، أو مثلاً إذا هي الأم مثلاً مش حابة إنها تغامر، خلينا نحكي عمرها 40 سنة بتقول إني أنا ما بدي أتأكد إني أنا مرجعة أجنة سليمة، ممكن تلجأ لهذا الخيار وخاصة إذا كان في معها تأخر بالإنجاب. نعم ولكن دكتورة ديما شغلة كتير مهمة إنه في كتير سيدات منشوفهم حوالينا لما يتأخروا بالإنجاب الأول ما يبلش بدون يروحوا على يعني على 40 يقربوا على سن 40 بقرروا وقتها يصيروا يفكروا بالحمل. هون أنت بتنصحيهم أنهم يروحوا لأطفال أنابيب من أولها عشان يضمنوا ولا لا؟ لا لا طبعا هي لازم تحاول بشكل طبيعي، يعني إذا صار في عندها تأخر ممكن تلجأ أنها تعمل فحوصات اللازمة يعني لحتى تأكد أنه ما في عندها أي مشكلة هي وزوجها بشكل أبكر، لأنه ما بدنا نستنى زي مثلا واحدة عمرها بالأول الثلاثينات أو العشرينات، أكيد يعني هي فرصة عمرها بالأربعين حتكون شوي أقل بسبب تأثر نوعية البويضات بالعمر، فبهاي الحالة أنها تعمل فحوصات بشكل أسرع، إذا تبين أنه في سبب بيؤدي إلى تأخر الإنجاب ساعتها ممكن تلجأ للأنابيب، لكن إذا عملتها بيكون الأفضل بهاي الحالة التأكد من سلامة الأجنة. نعم شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتورة ديما أعمر، وأنت استشارية نسائية وتوليد اختصاص عقب وأطفال أنابيب، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا فيك. وإحنا مكملين معكم بفقراتنا، وأكيد هلأ رح ننتقل إلى التمارين الرياضية مع المدرب راشد العموش بتمارين رياضية للجزء العلوي من الجسم، فخلينا نتابع. مرحبا، معكم كوتش راشد العموش وكوتش محمد شافعي من هايف جيم. اليوم راح نعمل اكسرسايز للبوش ماسلز.
راح نعمل اول شيء وارم اب عشان نرفع حراره جسمنا. راح نعمل ني اب نفس المكان. ريدي كوتش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نعمل شولدر رول للخلف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 للامام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نبلش باول اكسرسايز للشولدرز. راح ناخذ الدمبلز. راح نعمل شولدر بريس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نعمل اكسرسايز الثاني لاترال ريز. راح يكون ايدي جنبي في الكوع، في انحناء بالكوع. راح اطلع جنبي. 1 2 3 4 5 6. هيك بنكون خلصنا الشولدر. راح نبلش بالترايسبس. تمام، راح نلعب ناخذ دامبلز وحده. راح نبلش باول اكسرسايز اللي هو 1 arm overhead extension. 1 2. بدي احافظ على استقامه كوعي. 3 4 5 6. سويتش كوت. 1 2 3 4 5 6. اوكي تمام. راح نعمل الاكسرسايز الثاني. راح يكون ديبس على البولي بوكس. اوكي ريدي كوتش. يلا حيكونوا كوعي وراي. كل ما بدك تصعبها راح نقدم الجرين اكثر، بس احنا بدنا نعملها تقريبا جري بالوسط. راح انزل ديبس. 1 2 3 4 5 6. اوكي كوتش، هيك بنكون خلصنا تمارين الترايسبس. راح نفوت بالاكسرسايز للتشست. اوكي راح نلعب تشست بريس بالدمبلز. اول شيء على المات اقعد، بخلي ايدي موازيات للصدر، كواعي لجوه شوي عشان ما يصير في لود على مفصل الكتف. بطلع بوش. 1 2 3 4 5 6. اوكي كوتش، راح نلعب التمرين اللي بعده. حيكون بوش اب، ايدي للامام بمستوى صدري. اوكي الكور مشدود. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي كوتش، هيك بنكون خلصنا الاكسرسايز للبوش ماسلز. حنعمل ستريتش. يلا راح نبلش اول اشي تشست اب كوتش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حنعمل للشولدر ستريتش، ايدي عند كوعي بشدها. اوكي تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سويتش كوتش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نعمل ستريتش للترايسبس، ايدي وراي. راح اسحب ادفع كوعي للداخل عشان نعمل ستريتش، بحس بالعضلة. 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 سويتش كوتش ايد الثانيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 راح نعمل ستريتش برضه للريست. اوكي دي بهذا الشكل بضغط للداخل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سويتش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي كوتش حنعمل ستريتش للكوادرسبس حساب اجري للخلف بعمل توازن بايدي هيك عشان يصير فيه بنعمل بالانس بثبت فوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سويتش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حنعمل ستريتش برضه للهامسترينج راح انزل اني عندي مشدوده بنزل بلمس الارض هولد كوتش 1 2 3 4 5 6 الاجر اليمين 1 2 3 4 5 6 سويتش 1 2 3 4 5 6 وهيك بنكون خلصنا حلقتنا لليوم ورح نرجع لفقرات دنيا يا دنيا. اليوم عم نحكي عن موضوع الحمل وهلا رح نيجي للتغذية بالأشهر الثلاثة الأولى للحمل لصحة الأم والجنين وللتعامل مع التحديات اللي بتصيب الأم في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل. رند الديسي أخصائية التغذية موجودة معنا حتى نحكي أكثر بالموضوع. صباح الخير رند. صباح الورد رند. كيف حالك؟ بخير وأنت كيف؟ تمام الحمد لله. لما بدنا نحكي عن التغذية بالأشهر الثلاثة الأولى بيكون في العيان وصعوبة والهرمونات ملخبطة ولكن أنت بتحبي تحكي حتى قبل. صح. تكون قبل صح. فخلينا نبدا قبل ما تقرر الست انه بدها تحمل. اوكي دائما رندا الاهتمام بالجسم خلال قبل فترات الحمل يعني الفتره المباشره ما قبل الحمل يعتبر اساس لحتى انا اتاكد انه الحمل بدا بنسب فيتامينات ومعادن صحيحه للجنين وللام. عاده خلال قبل فترات الحمل الافضل اذا كانت السيده بتعاني من زياده في الوزن او من البدانه الافضل انه نحن ننزل الوزن وما نبدا الحمل على وزن عالي. كثير بسمع فكره انه انا بعد الحمل ما انا اوريدي رح احمل رح انصح بزياده فخلص بنزلهم كلهم مره واحده بعد الحمل، ولكن احنا ما بنعرف انه بدايه الحمل على وزن عالي بتؤدي الى زياده الخطوره باصابه البدانه للجنين، يعني الام الحامل اللي بتبدا الحمل بوزن عالي اما باوفر ويت او بمرحله البدانه، هذا الشيء بزيد من خطر اصابه الجنين اللي بالرحم بالبدانه، تخيلي، فهو بياثر كله بالجينات، هاي اول شغله، ثانيا بحط ضغوطات كثير كبيره على منطقه الظهر، على العضلات والفقرات الموجودة عندي بمنطقة الظهر وممكن ينتهي المطاف بإما ضعف زائد في منطقة الظهر ويؤدي إلى مشاكل في الديسك أو حتى صعوبة الولادة الطبيعية عند المرأة الحامل. فالأفضل إذا نحن كنا عم نبدأ بوزن عالي أنه نحن ننزل الوزن ونبدأ الحمل بوزن طبيعي. طبعا أخذنا للفوليك أسيد 3 أشهر ما قبل الحمل كمان يعتبر أساس لحتى نحن نحمي الأطفال من الأنتيديز نيورال تيوب ديفيسيتس واللي ممكن ينصابوا فيها واللي هي عدم قدرة الجسم على اكتمال نمو النخاع الشوكي بالطريقة الصحيحة وعدم إغلاق عندي النخاع الشوكي بالطريقة الصحيحة بسبب نقص الفوليك أسيد. فالأفضل كمان 3 أشهر ما قبل الحمل نبدأ بالفوليك أسيد. بنعرف أنه الطفل بيكتسب مخزون الحديد من الأم بشكل كامل فهذا كله بيعتمد على مخزون الحديد اللي موجود عند الأم، فدائما أنا بحكي فاقد الشيء ما بيعطي، إذا الأم ما عندها مخزون صحيح من الحديد فإذا الطفل رح ينتهي فيه المطاف أنه يكون عنده نقص بالحديد وممكن يؤدي إلى فقر بالدم. فالأفضل كمان
قبل الإقبال على الحمل يكون عندي مخزون الحديد صحيح. إذا كان عندي صعوبة في امتصاص الحديد فهلأ صار عندنا متوفر حبوب الحديد اللي بتيجي امتصاصها من الكبد ومش من الأمعاء، فبالتالي ما بتعمل أي من الأعراض الجانبية لحبوب الحديد، ولكن بتأمن للجسم احتياجاته من مخزون الحديد وبترفع المخزون عند الأمهات. وأكيد إذا نحن بنحتاج ممكن ناخده على شكل أوبر لحتى أو الدريب الحديد لحتى نرفع المخزون بالشكل الصحيح. هنا هي بدها تنسق مع طبيب نسائي حتى يعني حتى لو ناوية إنها تحبال تنسق كل هاي الأمور التغذوية مع طبيب النساء. طبعاً هذا إذا كان عندنا الحمل مخطط له. وهذا الأفضل. طبعاً كمان عندي رابعاً الفيتامين دي، ضروري جداً جداً رندا إنه نحنا نفحص قديش مخزون الفيتامين دي الموجود عندي قبل الحمل، كمان لحتى نعطي الطفل كميات صحيحة من الفيتامين دي والكالسيوم لبناء العظام بالطريقة الصحيحة خلال فترة الحمل، وكمان نضمن إنه المناعة عندي جيدة بسبب أو بفضل المستويات الصحيحة من الفيتامين دي، علما بانه كمان الفيتامين دي بياثر على المناعه. حلو، هاي الاربع شغلات بدي اركز عليها قبل الحمل. واكيد اذا ما كنا بنمارس الرياضه ضروري كتير انه نحن نبدا نمارس الرياضه ما قبل الحمل لحتى الجسم يعتاد عليها ونستمر فيها خلال فتره الحمل. حلو حلو. اذا نيجي هلا للاشهر الثلاثه الاولى من الحمل، بصير هنا العيان وغثيان، هلا إن شاء الله أنها تكون السيدة عارفة حالها ومشيت على كل النقاط اللي ذكرتيها قبل شوي. هنا شو الأغذية المهمة لحتى تخفف من العيان وكمان تضل مفيدة لتكوين الجنين؟ أوكي. هلأ عادة اللعية أو الشعور بالغثيان اللي بصيب المرأة الحامل هو بسبب التغيرات المفاجئة للهرمونات اللي بتكون موجودة عندي بالجسم. للآن ما في عندي أي سبب مؤكد، ولكن المرجح أنه يكون بسبب التغيرات المفاجئة ما بين الأستروجين والبروجسترون اللي بتصير عند المرأة الحامل. خلال هاي الفترة كتير ضروري أنه نحن نركز رندا على كل شيء ما بيهيج المعدة أكتر، لأنه أوريدي المعدة متهيجة، أوريدي الجسم مش بحالته الطبيعية، جهازنا المناعي عم بحاول يستوعب شو اللي عم بصير، جهاز الرحم كمان عم بصير فيه تغيرات مفاجئة، وأكيد المعدة. فبالتالي الأفضل بهاي الفترة أنه نحن نركز أولاً على كل الأغذية اللي بتحتوي على نسب نشويات معقدة جيداً، لأنه كتير بصير عند المرأة الحامل إمساك خلال أول 3 أشهر. وعلى فكرة سبب الإمساك هو أنه عملية الهضم والحركة الدودية البرستالسز اللي بتصير عندي بالأمعاء بتصير أبطأ لحتى الجسم ياخد فترات أطول ليمتص قدر أكبر من الفيتامينات والمعادن. فالإمساك مزعج للسيد الحامل ولكن له فوائد على الجنين، أنه يضمن الجسم أنه يمتص قد ما بيقدر فيتامينات ومعادن من الأكل. فهي طبعا سبحان الله كيف بتغير الجسم لحتى يواكب تطورات المرأة الحامل. هاي أول شغلة، فممكن يكون الإمساك مزعج إلها، ممكن إن إحنا ناخد ألياف أكتر من الحبوب الكاملة أو إنه نحنا ناخد الأسباجول بسيليوم هسك، ولكن الأفضل إنه نحنا ما نلجأ لعلاجات الإمساك لأنه الإمساك أمر طبيعي خلال أول 3 أشهر. تاني شغلة بدي أركز زي ما حكينا عن النشويات الحبة الكاملة، لأنه هاي النشويات المعقدة بتقلل التذبذبات في مستويات السكر بالدم اللي بيساعد على انضباط إفرازات المعدة، فبالتالي بيقلل من الهيدروكلوريك أسيد أو بيقلل من البيبسين اللي ممكن يفرز بالمعدة ويؤدي إلى مشاكل أكثر بالحرقة أو بالشعور بالغثيان. كمان نقدر نركز على المكسرات الصحية اللي مثبت علميا أنها بتساعد على تقليل الشعور بالغثيان، بالأخص اللوز. دائما كنا نحكي أنه إذا كان عندك مشاكل باللعية خدي 7 إلى 10 حبات من اللوز بيساعد على تقليلها. وأكيد الزنجبيل يعتبر أساس، كثير ناس بخافوا من الزنجبيل ولكن هو آمن خلال فترة الحمل، مش حامي على الطفل، وممكن أنه بشكل كتير كبير يساعد بالتقليل من الشعور بالغثيان. حلو حلو. هل أفضل طريقة للزنجبيل؟ لأنه كتير ممكن الناس بياخدوه مثلا تي باكس، أو وأنت قلتي لا هي في أسلوب معين حتى أستفيد من الزنجبيل. صح، أكياس الشاي للأسف ما إلها أي فائدة، لأن العطريات اللي بتكون موجودة عندي بالزنجبيل والزيوت هي للأسف بتكون متبخرة أو مجففة، فبالتالي أنا ما باخد الفائدة الصحيحة. في عندي طريقتين رندا، إما بناخد الزنجبيل الطازج مبروش ومغلي بالمي، أو إنه نحنا بس بنحط عليه مي سخنة. هاي أول طريقة. طبعا المغلي بيكون أكثر شيء طعمه حاد، الأفضل للمرأة الحامل إنه يكون فقط مبروش ومحطوط عليه مي ساخنة وبنشربه بعد 10 ساعات أو بعد 12 ساعة لحتى نضمن إنه الزنجبيل شربته المي بطريقة صحيحة وأخذ كل الفوائد، أو إنه نحنا بنقدر ناخده على شكله الني، نبرش الزنجبيل وبنبلعه مع كاسة مي. هيك أنا بضمن إني ما باخذ الأشياء الأعراض الجانبية ولكن باخذ الفائدة. هلا لما أنقعه أنت بتقولي ينتقع 10 ساعات عشان أقدر المي تكون مفيدة.
صح مش سلامتك. شكرا. اوكي شكرا لك رند على هاي النصائح القيمه، وخليكم معنا رح ناخذ فاصل ونكمل دنيا يا دنيا، وبعد الفاصل رح يكون معكم عبود والابراج.